السلام عليكم بنياتي، كي دايرين؟ لاباس بخير، لاباس عليكم ياك هانين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. اليوم بنياتي جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف، رائعه واعره، كتخلي الوجه مسرح، لا كميش لا وسخ، لا يعني كتبيض البشره 100%، وكتنقي وزوينه بزاف بزاف. واحد الوصفه اللي هي رائعه، بسم الله توكلنا على الله. عندي بيضه هنايا، بسم الله غادي ندير غير البيض ديال البيض بنياتي. ها انتم بسم الله، غير البيض ديال البيض بوحدو كما تشوفوا. بسم الله، عندي هنا بنياتي جوج معلقات ديال السنيده. ها انتم كي تشوفوا جوج معلقات تاع السنيده. بسم الله، عندي هنا بنيتي فينويويره كما تشوفوا، ها هي اللي هي رائعه، زوينه للحبوب، زوينه للبشره، زوينه للشعر، زوينه للصحه، زوينه لكل شيء. هذه مخيره رائعه، حبيبه بزاف، حبيبه حبيبه حبيبه، زوينه مخيره. كنشدوها بسم الله، كندير لها بحال كيها كما تشوفوا بنياتي. ها هي بحال هكا نقيه مقاده معوره مسوحه مغسوله. كنجيها ليها لهنا، تنحيد ليها هاد القشره هادي بحال هكا بناتي كما تتشوفوا. بسم الله، ها انتما كنحيد ليها هاد الجال، ها هو ها هو بنياتي كي بحال هكا. هاد الجال هو لي مفيد، ها هو كما تتشوفوا فيه بنياتي، ها هو ها هو. هادي ها غنحيد هاد القشره هادي، ها انتما البنات غنشدها غادي نضربها بحال هكا. زوينه للطبيب، زوينه بزاف بزاف البنات، رائعه ما نقولكمش عليها تبارك الله. تنجيو للزيت البلدي، تنديرو جوج معلقات ديال الزيت البلدي اللي عنده زيت بيبي، زيت الدراري الصغار بانبيني، يدير هذاك الزيت، زيت اللوز، زيت ارغان، زيت كله اللي مولف شي زيت يديرو. انا فضلت زيت العود، زيت العود كيعجبني بزاف بحال هكا بنياتي. او غادي بحال هكا غادي نشد هادي باش نطرب، باش نطربها مزيان مع بطيقاتها. راه كتعاود البشره كتنقي، كيحيد داك الوسخ، داك الريش، داك الكحل، الكميش، القمش، النمش، اي حاجه، الكلف، كلشي كيتحيد، ما تبقى حتى حاجه بنياتي. قربوها مزيان هانتوما الحبابات، هانتوما بنياتي هو. الله يستركم تتخلط مزيان، تنجمع بطيقاتها كلها. نطربو فيها، نطربو 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 حتى تقاد مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما ها هانتوما، بسم الله بسم الله توكلنا على الله. ملي طربت لينا بحال هكا بنياتي غادي نشدها دابا بحال هكا البنات. كنجي لوجهي وكندير بحال هكا، نطلع هنا الفوق بحال هكا. بحال هكا راه زوينه بزاف، كترطب، كتنقي، كتحيد داك الكحال بحال هكا. جربوها البنات، ديما نجيبو لهنا الفوق
نديرو في الرقبه، نديرو في البلاصه كاع اللي بغينا نديرو فيها نديرو فيها، خليو حتى بلاصه. الفم تاوفر تيحيد داك المشك، تيحيد ديك القشره الميته بحال هك تحت العينين ديالنا بحال هك، تحيد داك الزروقه، تحيد داك الوسخ، كامل الوجه كيتنقى بحال البيض المنقيه، يعني زوين 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 بزاف بحال هك. ملي تنكملو تنخليو 10 دقائق 15 دقيقه، نديروه ليدينا نديروه لرجلينا نديروه لاي بلاصه بحال هك بنياتي هك بحال هك كما تشوفوا. هانتوما هانتوما بنياتي، نتمنىكم ديروا هاد الوصفه، راه زوينه رائعه بزاف، ديروها جوج مرات في السيمانه حتى لثلاثه، راه زوينه بزاف هذا، غادي تعجبكم وغادي يعني غادي ديروها ما غاديش تستغناو عليها، غتبقاو ديروها ديما وغادي تشكروني على هاد الوصفه اللي عطيتكم، زوينه بزاف. صنخليوها في وجهنا 15 دقيقه 10 دقائق، ما نفوتوش اكثر منهم، نغسلوا وجوهنا وغادي نجي نوريكم ثاني كيفاش ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غنخليه واحد 10 دقائق ونغسل وجهي. ما غسلتوه بنياتي وشفتوه ها تبارك الله كيفاش خرج، دابا غندير ليه شويه الزيت البلديه ثاني من الفوق بعد ما غسلته من هذاك الماسك، تبقى ديروا ليه بحال هكا هاكا بنياتي هك داك الزيت بحال هكا، قلت لكم الزيت ديال بيبي تاع الدراري الصغار، ولا ديروا ليه زيت ارغان ولا زيت جوز الهند كله وباش مولف، يعني بحال هكا تجي لها البريص هادو ها وتدفعي بصبعك هك اللي تيكون هنا هذا الريش يكون ها تديريها هك، تجي لها البلاصه الاخرى ديريها دفرك ها هك، هكا بنياتي بحال كنبقاو نماصيو فيه نماصيو فيه هك، غيولي زبيب هكا. كبناتي بحال هكا ملي كنمارسيو هكا كنجيو كنقلعو واحد الشويه من هادي ها تاني هكا، هانتوما فيما تشوفو نحيدو لي تاني عاود جليده من هنا ها بحال هك، هانتوما كيف تشوفو كنبقاو نديرو ليها هك، بحال هكا بنياتي وحنا غاديين هك. والله العلي العظيم لا تعطيكم النتيجه هاك الساعه نيت كتعطيكم النتيجه، وغادي تفكروني وتشوفوا وتتبعوا اللي كديروا جوج مرات اللي ما قلتش يديروا مره في السيمانه، وغتفكروني بهذه الوصفه يعني غادي غتعجبكم بزاف بزاف عجيبه يا سلام. بحال هكا بنياتي نعبوا هذا الشويه اللي بقى ثاني ندهنوه هنا في يدينا ونخليوه حتى ينشف ونغسلوا وجوهنا ونديروا ليه كريم مرطب اللي كنديروا اللي مولفين لوجوهكم بنيتي
هاد الوصفه راه جات لكم رائعه بزاف، ومازال ان شاء الله نجيب لكم اخرين. وتابعوني في قناه كويزين ام مروه، بركوا على الجرس، ديروا جيم، بارطاجيو مع العائله والحباب. شكرا لكم، مع السلامه بنياتي. شكرا حبيباتي.